السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome my dears Prep 1 in Language School. Our lesson today is about the triangle. النهاردة هنتكلم عن Lesson 3 في الجيومتري، واللسن بتاعنا النهاردة عن الـ triangle. Our first theory is the sum of measure of the interior angles of the triangle is 180 degrees. مهم جدا ان احنا نكون عارفين كويس جدا معنى النظرية دي ايه، ونكون عارفين ان مجموع قياسات الزوايا الداخلة للتريانجل equal 180 degree، علشان لو احتجت احسب الميجر لاي انجل في حالة وجود الميجر لتو انجلز inside the triangle، كل اللي انا بعمله ان انا بجيب السم للتو انجلز دول، وبعد كده بنبدأ نعمل subtract للسم ده من 180 علشان نحسب الانجل التالي. We know that a triangle has three interior angles. يعني ايه مس الكلام ده؟ يعني triangle ليه ثلاث زوايا داخلة. في البيكتشر الموجودة قدامنا دي in the following figure we have A, B, C, three interior angles. Okay. The sum of measure of those three angles equals 180 degree. مجموع قياسات الثلاث زوايا دول equal 180 degree. يعني ما اقدرش اقول ان الميجر بتاع الـ A لوحدها 180 degree، ولا نقدر نقول ان الميجر للـ B لوحدها 180 degree، ولا الميجر للـ C equal 180 degree. امال الـ 180 degree دي موجودة في ايه؟ بيقول لي اول كلمة ايه؟ the sum. برافو عليكم، the sum يعني المجموع. في الحالة دي لو انتقلنا للـ second figure، if you extend one of these sides you create an exterior angle. يبقى الفرق بين الـ interior والـ exterior إن الـ interior دي زاوية داخل المثلث، لكن الـ exterior like angle D، angle D اللي موجودة عندنا هنا، بنسميها exterior angle اللي هي زاوية خارج المثلث. طب إزاي ممكن أحسب الـ measure للـ angle D؟ أنا عندي طريقتين. الطريقة الأولى إن أنا أعمل لها subtract من الـ 180 degree، لأن هي والأنجل C على line واحد، فبالتالي بعمل subtract للميجر بتاع الـ C من 180 degree يديني الميجر بتاع الـ D، لأن C plus D equal 180 degree. طب الطريقة الثانية إن الميجر للأنجل D equals the sum of measure of A and B، وهنشوف الكلام ده كويس بـ examples كتير. طب تعالوا نتدرب أكتر بأسئلة. Now complete. Don't measure the angles. يعني مش هنستخدم البروتراكتور ونبدأ نعمل measure للأنجلز علشان نحسب الأنجل اللي مطلوبة عندنا اللي هي قيمة الـ A. طب أمال هنحلها إزاي يا مس؟ هنحلها بنفس الكلام اللي إحنا لسه قايلينه دلوقتي. زي ما ظاهر قدامكم in the following figure we have the exterior angle its measure is 120 degree and the measure of one of the opposite interior angles equals 42 degree. يا ترى نقدر نحسب الميجر ازاي بكل سهولة؟ زي ما احنا عارفين ان قياس الزاوية الخارجة عن المثلث بيساوي مجموع قياس الزاويتين الداخليتين ما عدا المجاورة لها، يبقى الميجر لل 120 ده equal الميجر ل اللي هو عندنا 42 بلس ال A. يعني بسهولة اقدر اقول ان ال A equal 120 degree minus ال 42 degree which is 78 degree. يبقى المعلومة دي لازم كلنا نبقى عارفينها، لأن هي مكملة معايا في الجيومتري، وإحنا عارفين إن الماث ده مادة تراكمية، مش باخد المعلومة الترم ده وأسيبها مش محتاجة لها تاني، لأ طبعًا بتفضل المعلومة مكملة معايا، وحاجة أساسية إن أنا أبقى عارف إن مجموع الثلاث زوايا الداخلة للمثلث الـ interior angles، أنا عندي any triangle has three interior angles. Their sum is 180 degree, لكن the measure of the exterior angle of a triangle is equal to the sum of the measures of the two interior opposite angles. The measure of the exterior angle of the triangle equals the sum of measure of the two interior opposite angles.
يعني المجاورة ليها لا، لكن بناخد the two opposite angles. Now my dears, try to choose the correct answer from the given ones. تعالوا نتدرب على أسئلة اللي choose، علشان هي دي نوعية الأسئلة اللي بتجيلكوا دلوقتي في اختبارات الفصل الدراسي الثاني في نهاية شهر مارس، في نهاية شهر أبريل، وإن شاء الله في نهاية شهر مايو. بنتدرب على نوعية أسئلة choose. The triangle contains two acute or obvious right or reflex angles at least. نركز كويس في السؤال ونقرأ العبارة للآخر. ها، the triangle contains two excellent acute angles at least. أي triangle في الدنيا فيه على الأقل two acute angles، لكن مستحيل يكونوا two obtuse angles في triangle واحد، مستحيل يكون فيه two right angles في triangle واحد، مستحيل يكون في two reflex angles في triangle واحد. طب ليه مش مستحيل؟ لأن احنا قلنا إن sum of measure of the interior angle of the triangle equals 180 degree. التلات زوايا مجموعهم 180 degree، فما ينفعش يكون في اتنين obtuse منهم، لأن ال obtuse دي أصلا الميجر بتاعها greater than 90 و less than 180. فلو أنا عندي الميجر للتو obtuse أكيد هيكون greater than 180، بالتالي مادام greater than 180 يبقى مخالفة للنظرية اللي احنا اتكلمنا عنها. كذلك الأمر لو أنا عندي two right angle، الميجر للright angle equal 90 degree. طب لو أنا عندي two right يمس يبقى 90 90 180، فين الميجر للأنجل التالتة؟ مفيش، يبقى استحالة يكونوا في اتنين obtuse أو اتنين right أو اتنين reflex في تريانجل واحد، لكن ممكن جدا اي تريانجل يكون فيه at least اتنين acute two acute، وممكن كمان يكون three acute angles. The second question is the sum of measures of the interior angle of the triangle equals the measure of a right angle or a straight angle or an acute angle or a reflex angle. هو السؤال ده مش مختلف ليه؟ ما انت لسه قايله لنا sum of measure of the interior angle of a triangle equal 180 degree. تمام، يا ترى مين في الاختيارات دي قيمته بتساوي 180 degree؟ ما احنا لازم نكون فاهمين مش حافظينه وبس، نبقى فاهمين الماث فهم، وبكرر معاكم العباره دي كتير. كل ما انت كنت فاهم اكتر من انك تكون حافظ، الامور هتبقى سهله جدا بالنسبه لك. احنا عارفين ان sum of measure of the interior angles of the triangle equal 180 degree. طب مين من الحاجات اللي مكتوبة قدامي قيمتها 180 degree؟ يا ترى الرايت؟ لا، برافو عليك، لان الرايت ب 90 degree. طب يا ترى الاكيوت؟ مش هتنفع يمس، لان الميجر للاكيوت ها الله ينور less than 90 degree. طب يا ترى الريفلكس؟ كمان الريفلكس مش هينفع، لانه greater than 180 و less than 360. أمال الميجر لمين اللي هينفع معايا؟ الميجر للستريت أنجل، لأن الستريت أنجل الميجر بتاعها equals 180 degree. Our third question is if the measure of the two angles in a triangle are 35 degree and 45 degree, then the triangle is A. أنا لازم أحسب الأنجل التالتة علشان نقدر نحكم على نوع التريانجل ده. أنا عندي الميجر للتو أنجل 35 و45، فبالتالي أنا هعمل لهم آد، هنقول 35 plus 45 هيديني 80 degree. هنعمل ال 180 degree minus ال 80 degree هيديني 100. الأنجل التالتة طلع الميجر بتاعها 100، مادام في عندي أنجل الميجر بتاعها greater than 90 degree و less than 180 degree، يبقى الطيب بتاع triangle that according to the measure of its angle is obtuse angle triangle. It's obtuse angle triangle because the measure of the angle is 100. The third angle, its measure is 100 degree. So its type is obtuse angle. So the type of the triangle is obtuse angle triangle. Now the second term is the ray down from the midpoint of a side of a triangle parallel to another side bisects the third side. بتقولي لو في انا عندي شعاع مرسوم من فين؟ من ال midpoint of a side of triangle، من منتصف ضلع في مثلث.
برر 2 another side بيكون برر للضلع الثالث بيعمل ايه؟ bisect the third side بيقسم السايد الثالث. دي از ذا ميد بوينت زي الاكزامبل الموجود عندنا الجيفن اللي عندنا ان دي هي الميد بوينت للاي بي. يعني ايه مس دي ميد بوينت للاي بي؟ برافو عليكم، يعني الاي دي ايكوال الدي بي في اللينث. ايه اللي حصل بعد كده؟ انا عندي كمان جيفن تاني ان الدي اي برر للبي سي. الدي اي ده دي اي راي برر للبي سي. في الحالة دي لو الدي في الميد بوينت وترسم منها برل للبي سي، في الحالة دي الاي كمان هتكون ميد بوينت للاي سي. تعالوا نشوف الكلام ده ازاي. انا كل اللي هعمله في الكونستراكشنز ان احنا هنعمل دروينج للاي اكس ستريت لاين برل للبي سي. في الحالة دي انا هيكون عندي في البروف الاي اكس برل للدي اي برل للبي سي، وكمان الاي بي والاي سي 2 ترانسفيرسل انترسكت ذم ات دي اند اي. في الحالة دي كل اللي انا هقوله ان الاي دي كمان من ضمن الجيفن ايكوال الدي بي، يبقى الاي دي ايكوال الدي بي. في الحالة دي هيكون الاي اي ايكوال الاي سي. طب نتيجة على الكلام ده بنقول إن الـ line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is better to the third side. يعني إيه مس؟ يعني أنت لو لقيت midpoint of side و midpoint of side وفي line segment بتوصل بينهم بتكون better للسايد الثالث، وكمان اللينث بتاعها بيكون half length للسايد الثالث. في الكتاب بتاعكم في الستودنت بوك كتاب المدرسة in the following figure or in the opposite figure AD equal DB AE equal EC وعندنا كمان AX برلي البC والDE intersect مع الXC في البوينت Y اللي عايزه هو. بيقول لك prove that Y is the midpoint of اكسي. في البروف عندنا الاول لازم نحدد الترينجل الاول اللي احنا هنشتغل عليه اللي هو ترينجل اي بي سي. انا عندي دي ميد بوينت للاي بي، وكمان عندي اي الميد بوينت بتاعت الاي سي. يبقى طبقا للكلام اللي انت كاتباه مس اللاين سيجمنت جويننج الميد بوينت، مين هي اللاين سيجمنت اللي بتوصل بين التو ميد بوينت دول؟ برافو، اللي هي اي دي. مالها؟ better to a third side اللي هو مين ال third side في triangle ده ال ABC اللي هو ال BC. يبقى أنا كل اللي هقوله إن في حالة إن ال DD midpoint وال ED midpoint وال EDD line segment بتوصل بين ال two midpoints دول، يبقى ال ED هتكون better لل BC. طب أنا عندي أصلا ال AX better لل BC، يبقى ال ED برضو هتكون better لل AX، ومعناها إن معناها ان الـ AX هيكون برر للـ BC. طب تعالوا نشوف الترينجل الثاني اللي هو اسمه CAX. انا عندي E midpoint وعندي EY برر، عندي الـ E midpoint وعندي الـ Y midpoint، يبقى هيكون عندي EY برر لمين؟ للـ AX. Our third term is the length of the line segment joining the midpoint if two sides of a triangle is equal to half the length of the third side. يبقى انت تطلع من كل الكلام ده ان في تريانجل عندك لو في two sides موجود عليهم midpoint هنا وmidpoint هنا، وصلنا ما بينهم بالline segment، اللاين segment دي هتكون برر للثيرد سايد، وهيكون اللينث بتاعها half the length للثيرد سايد. يعني القطعة المستقيمة اللي عندنا اللاين سيجمنت دي اللي بتوصل بين التو ميد بوينتس منتصفين للعين في مثلث بتعمل ايه؟ بتكون برر للثيرد سايد، بتوازي الضلع الثالث، وكمان اللينس بتاعها هاف اللينس للثيرد سايد. In the following figure في الشكل اللي قدامنا احنا شايفين ايه؟ شايفين اي بي سي تريانجل. طب ايه كمان؟ الـ E والـ D دول are midpoints، واصل ما بينهم line segment اللي هي AD. يعني أنا عندي الـ E midpoint وعندي كمان الـ D midpoint. الـ D في منتصف الـ AB والـ E في منتصف الـ AC.
طب انا عندي الاي اي اللينس بتاعها ب2، وانا قلت لك ما دام الاي ميد بوينت يبقى الاي سي كمان اللينس بتاعها ب2. طب الاي دي اللينس بتاعها ب3، طب طالما دي في الميد بوينت يبقى ايه؟ اكسلنت، يبقى اللينس للدي بي كمان 3. كده انا قدرت احسب اللينس للدي بي واللينس للاي سي. فاضل عندي احسب اللينس للسي بي علشان نجيب البريميتر للفيجر اللي هو اي دي بي سي. طب انا لسه يا مس قايله ان اللينس لللاين سيجمنت اللي جويننج الميد بوينتس للتو سايد اوف تريانجل ايكوال الثيرد لينس كله ولا هاف منه؟ هاف منه، هاف ذا لينس اوف ذا ثيرد سايد. طيب هي الفور دي ايكوال هاف السي بي، يبقى السي بي زي ما احنا كاتبين كده ايكوال توايس من الاي دي، يعني هنضرب ال2 في ال4 هيديني 8 سنتيمتر. كده بقى عندي اللينس ب8 بتاع السي بي، وعندي الاي سي ب2، وعندي الدي بي ب3. كل اللي انا هعمله ان انا هقول البريميتر للفيجر ايكوال ذا سام اوف اكس سايدز. اي شكل عندنا في الدنيا بنحسب له البريميتر، احنا بنجمع اللينس بتاع السايدز بتاعته. فانا هقول ال4 بلس ال3 بلس ال2 بلس ال8 هيطلع عندي البريميتر 17 سنتيمتر. واي شيب في الدنيا مش بس الشكل ده، لو هو كان ترابيزيوم او تريانجل او باراليلوجرام سكوير رومبس، اي شكل عندنا البريميتر بتاعه بيكون the sum of the side lengths of this polygon. فالشكل اللي موجود عندنا هنا قدرت في لينس موجود من الاول اللي هو 4 سنتيمتر، واللينسز الثانيه انا قدرت استنتجها من الجيفن علشان اي ميد بوينت، فيبقى اي ايكوال اي سي ايكوال 2 سنتيمتر، وكمان اي دي ايكوال دي بي ايكوال 3 سنتيمتر. بقى عندي ال4 وال2 وال3، كان فاضل عندي بس ان انا استخدم النظريه الثالثه اللي احنا لسه قايلينها، ان اللينس اوف ذا لاين سيجمنت جويننج تو ميد بوينتس اللي هم الاي دي دول، اللينس بتاع اللاين سيجمنت دي اللي هي اي دي equal half، وبأكد على half third side. فقدرت اجيب third side ان هو ضعفها بقى قدها مرتين، يعني اضربها في 2. كده بقى معايا السم بسهولة لل 4 sides، او 4 plus 3 plus 8 plus 2 هيطلع 17 سنتيمتر. وبكده يبقى وصلنا لنهاية حلقة درسنا النهاردة. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم واستفدتوا منها. أشوفكم في لسن جديد إن شاء الله. كان معاكم مسز شيماء سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.